الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أستأذنك في مسألتين. المسألة الأولى بالنسبة للسائمة من بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة، هل المراد بالسائمة غير المعلوفة التي تسوم ولا تعلف أكثر الحول، أم المراد بالسائمة التي تسوم يعني تجول في الصحاري وفي المراعي؟ لأن بعض الناس يسأل يقول أنه يعرف إبله، مثلا تكون عنده إبل ويعرفها السنة كاملة، يضع لها العلف ويضع لها الطعام، لكنها من أول النهار إلى آخر النهار وهي تجول، لكنها تجوالها هذا لا يغني عن علفها، فهل هذه الإبل تعتبر سائمة وتجب فيها الزكاة؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، رجل من السودان يعمل عندنا هنا في السعودية، يقول أنه عندما يريد أن يحول ماله إلى بلده إلى السودان. الحمد لله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما جواب سؤالك يا أخي الكريم، بارك الله فيك ووفقك وزادك الله أدبا وعلما وتقى وهدى، وجمعني وإياك في جنة والمسلمين جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العلماء رحمهم الله تعالى عرفوا السائمة بأنها التي ترعى الحول، التي ترعى الحول أو أكثره، رعاية تكفيها عن العلف. هذا شرط لا بد من ذكره عند تعريفنا للسائمة. فإذا السائمة هي ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون ترعى الحول أو أكثره من العشب الذي يخرجه الله عز وجل من غير صنع آدمي ولا كلفة آدمي. الشرط الثاني أن تكتفي بهذا الرعي عن علف صاحبها. فإذا توفر هذان الشرطان فإنها حينئذ تسمى بالسائمة. وأما إذا كان صاحبها يعلفها مع رعيها لأن الرعي قليل لا يغنيها، فلا تستغني هذه الدواب عن علف صاحبها، فإنها حينئذ تعتبر من المعلوفة. فالعبرة بما تستغني به الدابة، فإذا كانت ترعى وتستغني برعيها عن علف صاحبها، أو كان يعلفها مع الرعي علفا يسيرا جدا ولكن أكثر كفايتها تكون بالرعي سوما في أرض الله عز وجل، فإنها تعتبر سائمة. وأما إذا كانت لا تكتفي بهذا الرعي وكان أكثر ما تكتفي به في طعامها إنما هو ما يعلفها صاحبها به، فإنها تعتبر حينئذ من المعلوفة. فإذن إذا أشكل عليك أمر بهيمة فاسأل صاحبها عن أمرين: هل أنت تعلفها الحول أو أكثره؟ إذا كان الجواب نعم فحينئذ تكون من المعلوفة. وأما إذا كان جوابه بأنني أرعاها في عشب الله عز وجل في الصحراء أو في أماكن الرعي الحول أو أكثره، ولكنها مع هذا الرعي أعلفها لأنها لا تكتفي بهذا الرعي بل لا بد من العلف، فأغلب طعامها إنما هو العلف الذي آتي به من السوق لها، فحينئذ أيضا هذه ليست سائمة وإنما هي معلوفة. إذن المعلوفة ما تحقق فيها وصفان: أن ترعى الحول أو أكثره، هذا هو الوصف الأول، والوصف الثاني أن تستغني بهذا الرعي عن علف صاحبها. لا أقول الاستغناء المطلق، ولكن حتى ولو مطلق الاستغناء، بمعنى أنه إذا كان يعلفها مع الرعي علفا يسيرا جدا ولكن أكثر كفايتها بالرعي، فإنها لا تخرج عن وصف السائمة. ولعلي أوضحت لك المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الغنم في سائمتها الزكاة، والله أعلم.